هذه العمليه تدخل في العمليات الدوريه اللي تقوم بها مديريه النشاط الاجتماعي والتضامن بالتنسيق مع الشركاء اللي عندنا الهلال الاحمر الجزائري، الحمايه المدنيه، الامن الوطني. ونقول فقط باللي خلال الايام القادمه ان شاء الله راح يكون هناك قرار ولائي بانشاء لجنه ولائيه تتكفل بالاشخاص هذو. الخراجات هذه راهي تقوم تقريبا يوميا هنا ولايه باتنا، نظن باللي يعني احنا رانا في خراجات يوميه، ما كانش يعني نقدر نقولوا عدد قليل جدا. كاين بعض الاشخاص اللي مصابين باضطرابات عقليه. النداء للمواطنين، اي واحد يعرف اي شخص راه متواجد او بدون ماوى او انه في حاله خطر، لان البرد القارس هذا قد يؤدي حتى الى يعني امور لا تحمد عقباها، يتصلوا بنا فقط، احنا مستعدين اننا نتكفلوا به في اي وقت ان شاء الله.